أن تلعب بطريقة جيدة ومتميزة وتفوز على اتحاد الحراش وبثلاثة أهداف في هدف واحد وأنت فقدت كامل الحظوظ في البقاء، فهذا يعني أن أمل الأربعاء يستحق كل التقدير والاحترام ووجب أن ترفع له القبعة. رغم البداية القوية من جانب فريق اتحاد الحراش بعد مرور 7 دقائق فقط سلسلة من المحاولات لكنها انتهت بدون نتيجة. ثم محاولة ثانية دائما لفريق اتحاد الحراش، مرزوقي يتألق وينقذ الموقف، ثم محاولة عن طريق حراق، مرزوقي دائما له الكلمة العليا. أول محاولة خطيرة من جانب فريق أمل الأربعاء كانت عن طريق طيب بهذه الطريقة لكن كرته أخطأت المرمى، ثم محاولة ثانية عن طريق جيسلان الذي أخطأت كرته المرمى رغم الوضعية المناسبة. حراق يسدد مرة أخرى لكن بدون نتيجة، شوط أول ينتهي كما بدأ. المرحلة الثانية استعراض وتمريرات في المستوى بين لاعبي أمل الأربعاء، وهذه واحدة من التمريرات المتميزة عن طريق طيب، استلام الكرة من محساس الذي يوقع الهدف الأول، كان ذلك في الدقيقة الأولى من المرحلة الثانية. ردت فعل فريق اتحاد الحراش كانت من خلال بعض المحاولات، هذه واحدة عن طريق بوغاش لكن كرته مرت فوق العارضة الأفقية. الدقيقة 8 وبعد تنفيذ هذه الكرة الثابتة، بوتلجا يصعد ويرتقي فوق الجميع ويتمكن من إضافة هدف ثاني أثار استغراب مدافعي اتحاد الحراش الذين بقوا يتفرجون على هذه الكرة. كومباسا الذي دخل في المرحلة الثانية تمكن من تقليص الفارق بعد تبادل كروي ثنائي بينه وبين الحاج بوغاش، كان ذلك بعد مرور 20 دقيقة من زمن المباراة في مرحلتها الثانية. بوغاش مرة أخرى يضيع، ثم محاولة أخرى من جانب فريق اتحاد الحراش، المقصية وإبعاد هذه الكرة التي تنتهي عند اللاعب كومباسا يسدد، ومرزوقي مرة أخرى في المكان المناسب. المحاولة الكثيرة لاتحاد الحراش لم تغير في الأمر شيئا، واستغل فريق أمل الأربعاء هذه الكرة السريعة المرتدة على طريقته الخاصة وعلى طريقة المتألق مزيان الذي يجري بالكرة ويسجل بطريقته الخاصة مسجلا الهدف الثالث الذي كان في الوقت البدل الضائع. الفوز الثالث لأمل الأربعاء مقابل الهزيمة 7 لاتحاد الحراش. لولا المشاكل تاع طول السنة كان الفريق هذا يقدر يدير المكسب، والحمد لله يعني بالإرادة تاع اللاعبين والسوتية تاع الجمهور تمكننا باش نربحوا فريق يعني عارف كيما اتحاد الحراج لعب كره جميله. مع لي زونطاين رانا نخدموا بريباري، لا غالب كيما يقول لك النيكيب هذه ما تستاهلش تهبط، كيما يقول لك قدر الله ما شاء فعل، نخدموا العام الجاي.